اهلا، معاكم احمد. حابب اوريكم مشروع للدانوب اليز 3. بعد النجاح العظيم لليز 1 وليز 2، في ليز 3 عباره عن برجين والخير رود. وبعدين المشروع مكون من استديوهات، شقق عباره عن غرفه نوم، غرفتين نوم، ثلاث غرف نوم، مع امكانيه حمام سباحه او بدون. تعالوا معايا كده اوريكم استوديو. استوديو مساحه مناسبه جدا، عندك بلكونه ممكن يكون فيها حمام سباحه او بدون، ده على حسب الطلب. الفرنيتشر ده كله من دانوب هاوس. دولاب، مطبخ، حمام. تعالوا كده اوريكم غرفه نوم واحده.